اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم آمين. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنجاكم من أهوال يوم القيامة أكثركم علي صلاة، إن أنجاكم من أهوال يوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حق قدره ومقداره العظيم، حق قدره ومقداره العظيم، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب الإمام محمد أبو العلاء ليزور روض النبي صلى الله عليه وسلم، وبه من الجوع وبه من الفاقة وبه من التعب ما به، ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتك وأنا ضيفك، جئتك وأنا ضيفك، وبي من الجوع ما لا يعلمه إلا الله. فظل يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أخذته سنة من نوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده رغيف ويطعمه، يأكل من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فانتبهت من نومي إلى أن أطعمني رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الرغيف، فاستيقظت من نومي وأنا في يدي نصف الرغيف الآخر، فاستيقظت من نومي وفي يدي نصف الرغيف الآخر، فتحقق لي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فسمع هاتفا يقول له: أطعمناك من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لأحمد فضل لا يحد ولا يحصى، وليس له في الدهر حد فيستقصى، فمن كان مثلي مذنبا ومقصرا فجاءه رسول الله قد جبر النقص، فيا سعد فيا فوز فيا هناء فيا أمان من صلى عليه من الورى، فذاك بتثقيل لميزانه خص، عليه صلاة لا انتهاء لوصفها، من الله ربي لا تعد ولا تحصى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح
وتشفي البدن من كل داء وسقم، اللهم آمين.